هذه نشرة مفصلة لآخر وأهم الأنباء، ونبدأها بالعناوين. على وقع غاراته الوحشية، الاحتلال يدعو 1,100,000 فلسطيني إلى النزوح لجنوب القطاع، وداخلية غزة تشدد على عدم التجاوب مع رسائل التهجير. عدوان غزة يحصد أكثر من 450 شهيداً من الأطفال، والمقاومة تواصل ردها، والاحتلال يعترف بمقتل أحد كبار ضباطه في ملحمة الطوفان. إن وتيرة التنسيق مع الإخوة في محور المقاومة قد ازدادت وتطورت لحشد الجهود. أبو عبيدة يؤكد تطور التنسيق مع محور المقاومة، ويتوعد بسحق الاحتلال إذا قرر شن عدوان بري على غزة. عبد اللهيان يواصل جولته وينتقل اليوم إلى دمشق بعد بيروت وبغداد، ولا يستبعد فتح جبهات أخرى مع الاحتلال في ظل استمرار العدوان على غزة. جمعة نفير عام اليوم دعما لفلسطين وطوفان الأقصى، والتظاهرات المنددة بالاحتلال تعم العالم وتتحدى الحظر في فرنسا. أهلا ومرحبا بكم. مع انطلاق جمعة النفير العام في الكثير من دول العالم نصرة لفلسطين، دخلت ملحمة طوفان الأقصى يومها السابع، حيث يواصل الاحتلال التغطية على فشله في المواجهة عبر استهداف المدنيين في غزة ومواصلة ارتكاب جرائم حرب بغطاء أمريكي، في وقت استمرت الضربات المتلاحقة للمقاومة الفلسطينية للمستوطنات. انطلقت في كثير من دول العالم التظاهرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ضمن جمعة النفير العام. ففي إيران توافدت جموع غفيرة إلى شوارع الكثير من المدن، ولا سيما العاصمة طهران، وهم يحملون أعلام فلسطين واليافطات الداعمة لفلسطين ومقاومتها والمطالبة بنصرتها والمنددة بكيان الاحتلال ووحشيته. زميل مالك عابدة مراسل ميدان يواكب هذه الفعاليات التي تابعنا هذه الصور منها في العاصمة الإيرانية طهران، وهي فعاليات نصرة لفلسطين وللمقاومة في عمليات طوفان الأقصى. مرحبا بك زميلي مالك، وهلا نقلت لنا الأجواء لديك. صباح الخير، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني كما نشاهد في الصورة، منذ ساعة وقبل انطلاق المسيرة والموعد الأساسي للمسيرة وهو المقرر في الساعة 10:30 بتوقيت طهران، بدأت الجموع هنا، آلاف الناس تتوافد من النساء والأطفال والرجال إلى الساحات وإلى الشوارع في العاصمة الإيرانية طهران من أجل المشاركة بالمسيرات المليونية التي من المقرر أن تنطلق بعد قليل بمناسبة التنديد بالجرائم الصهيونية التي يقوم بها كيان الاحتلال في فلسطين المحتلة وبحق الناس المظلومين في غزة، في قطاع غزة المحاصر والمنكوب حاليا، وأيضا من أجل التعبير عن وقوف الشعب الإيراني إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى جانب المقاومة الفلسطينية في هذه المحنة وفي هذه الحرب. كما تلاحظين معي بالصورة، يعني هناك الآلاف من النساء والرجال والأطفال يحملون في أيديهم اليافطات، الأعلام، الشعارات المنددة بالاعتداءات
الإسرائيلية الصهيونية المتكررة على الناس المدنيين هنا في فلسطين المحتلة. الكثير من هؤلاء الناس جلبوا أطفالهم، جلبوا أولادهم إلى هذه المسيرات من أجل تعبير التضامن الذي يكونه الشعب الإيراني لأطفال وعوائل الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة. الكثير من الناس يحملون هنا الأعلام الفلسطينية وأيضا أعلام الفصائل المقاومة الفلسطينية على كافة تنوعها. هذه المسيرات التي نحن نراها ونتواجد فيها ونغطيها من هنا من العاصمة الإيرانية طهران ليست الأولى، حيث من المقرر أن تجري أيضا بعد صلاة الجمعة في جميع المحافظات والمدن الإيرانية مسيرات مشابهة، مسيرات مليونية من أجل نفس الموضوع وهو التنديد بالجرائم الصهيونية المتكررة في فلسطين المحتلة. نعم زميلي مالك، إذن هذه الصور تردنا الآن مباشرة من طهران حيث هناك مسيرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وهي نصرة بطبيعة الحال للفلسطينيين وللمقاومة في عملية طوفان الأقصى، كما نتابع في هذه اللافتة التي يحملها هذا الرجل المسن الذي يقول end of Israel، أي يعني النهاية لإسرائيل. ونتابع في الجهة الأخرى من الصورة صعدة في اليمن هذه التظاهر حاشدة جدا التي يرفع فيها علم فلسطين. ربما نستمع قليلا إلى الكلمات التي تتلى في هذه الفعالية في صعدة. وعلى قضية واحدة، القدس موعدنا وفلسطين قضيتنا، والله معنا وهو حسبنا، نعم المولى ونعم النصير. الله يا فلسطين، ما أعظمكم. الابن يحمل الأب يحمل ابنه ويضعه فوق كتفه بعد أن استشهد ويقول ماذا؟ ليقول فداؤنا، كلنا فداء للمقاومة وكلنا فداء للقدس وفلسطين. هذه هي الروح الجهادية. نبقى نحن وأنتم الآن مع قصيدة شعرية للأستاذ محمد السواري، فليتفضل مشكورا ماجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غزة العزة لا لن تنحني، بل يموت القصف من إصرارها. عمركم أقصر من أن تلمسوا رملها، فالموت في أسوارها. لم تروا إلا يسيرا من لظى نارها والبعض من أسرارها، فهي للأحرار صارت قبلة، واسألوا الطوفان عن أخبارها. فلتذوقوا بأسها ولتشربوا كل يوم رشقة من نارها. بينما نتابع هذه المشاهد التي تردنا من صعدة والهتافات التي تقول لبيك يا أقصى، وتلك التي تردنا من طهران نصرة لعملية المقاومة الأخيرة طوفان الأقصى، نشاهد أيضا هذه الصور من عسقلان ومع الزميلة هناء محميد، حيث الجيش الإسرائيلي يواصل حشد قواته في غلاف غزة، وستنقل لنا الزميلة هناء محميد بعد الترحيب بها كل التفاصيل حول هذا الموضوع. تفضلي هنا. نعم مايا، يعني خلال الأيام الأخيرة نحن رصدنا تحركات كبيرة للجيش الإسرائيلي باتجاه شمال القطاع ومحيط القطاع، وخصوصا في منطقة الشمال الشرقي يعني وشمال القطاع. عمليا التعزيزات والحشودات العسكرية كبيرة منتشرة في أكثر من موقع، الآليات العسكرية الثقيلة كذلك الأمر، وربما هذا يعني يؤشر أكثر على نية حقيقية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية توغل واجتياح برية لقطاع غزة. كل هذا طبعا ما تعلمين بأنه يأتي في ظل أيضا الإعلان من قبل جيش الاحتلال صباح هذا اليوم لأهالي
قطاع في الجهة الشمالية في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، مدن بيت حانون وبيت لاهية وجباليا ومدينة غزة بالنزوح عمليا يعني باتجاه مناطق الجنوب. وهذه مسألة معناها بأن أكثر من مليون فلسطيني، مواطن فلسطيني 1,200,000 تقريبا بحسب التقديرات، سيضطرون يعني سيهجرون فعليا في غضون 24 ساعة. ناهيك بأنه أصلا هناك 500,000 من أهالي غزة قد نزحوا بالفعل بسبب القصف المتواصل على قطاع غزة منذ يوم السبت، والذي يستهدف بالأساس المدنيين وعائلات بأكملها. قتلى الجيش الإسرائيلي مايا ارتفع عددهم إلى 258 جنديا. هذا العدد حتى هذا الصباح يعني الذي تحدث عنه جيش الاحتلال، إذن 258 جنديا. وأيضا الشرطة الإسرائيلية أعلنت عن اسم إضافي لأحد قتلى عناصرها في صفوف الشرطة الإسرائيلية، نتحدث عن حوالي 48 شرطيا. وزير الدفاع الأمريكي اليوم سيصل إسرائيل وسيلتقي صباح هذا اليوم بوزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت. كذلك وزيرة الخارجية الألمانية ستصل إسرائيل. الجيش الإسرائيلي أعلن أيضا صباح هذا اليوم مايا في إطار يعني التوتر الكبير على الجبهة الشمالية وحالة الارتباك الكبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية، قام بإطلاق صاروخين من القبة الحديدية في منطقة الجبهة الشمالية عند الحدود الشمالية مع لبنان، ولكن اتضح فيما بعد بأنه لم يكن هنالك أي إنذار، وأيضا بالمقابل لم يتم إطلاق حتى صافرات الإنذار عند إطلاق يعني الصاروخين من قبل القبة الحديدية. مدينة القدس طبعا يعني أيضا هناك حالة إغلاقات كبيرة جدا، والأنظار كلها تتجه نحو مدينة القدس. بعد قليل يعني بعد نحو ساعتين ستقام صلاة الجمعة هناك، والمدينة شهدت حملات اعتقال وانتهاكات واعتداءات كبيرة خلال الأيام الأخيرة. استطلاع للرأي في صحيفة معاريف صباح هذا اليوم مايا يقول بأنه الائتلاف الحكومي ينهار، وبحسب الاستطلاع يأخذ أو يحصل على 42 نائبا في الكنيسة مقابل 78 نائبا لمصلحة أحزاب المعارضة، وأن 29% فقط من المشاركين في الاستطلاع يرون ببنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة مايا. نعم زميلة هنا، ربما إضافة لما تفضلت به فيما يخص عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، نضيف ما أعلنه الجيش عن مقتل العقيد ليون دار أحد الضباط الكبار بفرقة الضفة الغربية خلال عمليات قتالية في غلاف غزة، كما ذكر الجيش الإسرائيلي. أنت باقية معنا زميلتي هنا، ولكن نذهب مباشرة إلى غزة ومع الزميل أحمد غانم لينقل لنا المشهد هناك. غزة التي يعني تحولت سماءها إلى كتلة دخانية خلال الأيام القليلة الماضية جراء هذا القصف المتواصل والعنيف جدا على قراها وأحيائها ومناطقها كافة. إذن زميلي أحمد تفضل. نعم مايا، وضع على حاله استثناء ولغارات طائراته المقاتلة التي طبعا أيام ارتقى فيها ما يزيد على 1,500 شهيد، وما طبعا يربو على 5,000 وأكثر من الجرحى طبعا بجراح خطرة. الوضع في قطاع غزة طبعا يعني أو هذه الليلة كانت في غزة ليلة دامية. ارتكبت إسرائيل عشرات المجازر في رفح، في خان يونس، وفي بدير البلح، في جباليا، في منطقة الشاطئ في الشمال، ونفذت عشرات الغارات على شكل أحزمة نارية طالت المناطق الشرقية للشجاعية، المناطق الشمالية الشرقية
قبالة السياج الفاصل في بيت حانون، على طول السياج الفاصل المطل على الحدود الشمالية، مرورا بمنطقة العطاطرة في بيت لاهية، وصولا إلى الشمال الغربي المطل على موقع بكين. طبعا العسكري والذي شهد عمليات التسلل خلال الأيام الماضية ودارت في اشتباكات أكثر من 100 غارة استهدفت الشريط الحدودي. على كل حال هذا يعني العدوان طبعا هو امتداد لسياسة إسرائيل أو تعبير عن حالة الفشل التي تعيشها بفعل عملية طوفان الحرية. وطبعا بكل تأكيد الوضع الإنساني يغدو أكثر صعوبة، يعني من سيء إلى أسوأ. القطاع لا تزال منقطعة، تنفيذات الوقود نفذت من غزة بشكل كبير، انتهت الكهرباء تقريبا انقطعت بشكل كبير. على وشك التفات المستشفى الوحيد بالتوقف بفعل نفاذ الوقود. إذن الأوضاع غاية في الخطورة، لا سيما مع لجوء إسرائيل لاستخدام القوة المفرطة بدءا. نعم زميلي أحمد، أعتذر ولكن لرداءة الصوت مضطرون الآن بالاكتفاء بالصورة التي تأتينا منكم من غزة مباشرة. نذهب الآن إلى القدس المحتلة وتحديدا من باب العمود. ينضم إلينا الصحفي باسم زيداني. مرحبا بك سيد باسم. كيف يتم الاستعداد لتلبية الدعوة، دعوة النفير العام، نصرة للمقاومة ولطوفان الأقصى؟ يعني في البداية تم تقييدات كبيرة جدا على الوصول إلى البلدة القديمة بهدف التصدي لهذه الدعوات ومنع حدودها في الأصل. بعد عملية الأمس قوات الاحتلال انتشرت في جميع أزقة البلدة القديمة وعلى جميع مداخلها، ونشرت الحواجز على مداخل جميع البلدات بحيث يتم منع الوصول إلى المسجد الأقصى وإلى البلدة القديمة. في صلاة الفجر تم السماح لمن هم فقط أكثر من 60 عام للدخول للمسجد الأقصى لتأدية صلاة الفجر، والآن يتم منع سكان مدينة القدس من الدخول البلدة القديمة إلا فقط من يسجل في هويتهم بأنهم يسكنون في داخل البلدة. الانتشار كثير جدا وكبير جدا لقوات الاحتلال في المدينة. هناك حواجز متقاربة جدا، وبين الحواجز هناك أيضا قوات شرطية كبيرة جدا منتشرة في المدينة، بحيث أنه يتم السيطرة بشكل كبير وبشكل سريع في حال حدوث أي شيء. حتى اللحظة الأمور متوترة جدا، عمليات تفتيش وتنكيل على جميع مداخل البلدة وعلى جميع مداخل المدينة. حسب ما وصلنا من داخل المسجد الأقصى المبارك، هناك فقط الكبار في السن، لا يسمح للشباب بالدخول حتى وإن كانوا يسكنون في داخل البلدة القديمة. هذه التقييدات من شأنها بأن تجعل الصلاة تقام في شوارع مدينة القدس، وحتى ذلك الوقت لا نعلم ما يمكن حصوله في المدينة. نعم، إذا تفضل البقاء معنا باسم، ولكن نذهب الآن مباشرة مجددا إلى اليمن ومع الزميل أحمد زبيبة لينقل لنا هذه الفعاليات المليونية إذا صح الوصف فيما يخص هذه الفعاليات في صعدة. تفضل زميلي أحمد. نعم مايا، هي مسيرات كبرى ستخرج في يعني في صنعاء في عصر اليوم الجمعة، وعدد من المحافظات اليمنية مساندة لعملية طوفان الأقصى، وأيضا تنديدا للعمليات العسكرية التي تستهدف
المدنيين من قبل العدو الإسرائيلي. وفعليا المسيرات خرجت في صعدة حاليا وانطلقت، وهناك توافد كبير للجماهير المساندة والمؤيدة لعملية طوفان الأقصى، وأيضا هي استجابة للدعوة التي أطلقتها حركة حماس في الخروج الجماهيري المساند لغزة والمقاومة الفلسطينية. هناك هتافات ترتفع، وأيضا الأعلام اليمنية في الجانب الأعلام الفلسطينية بالحديث عن المساندة اليمنية الواسعة في كل الساحات لدعم فلسطين ودعم المقاومة الفلسطينية بمواجهة العدو الإسرائيلي. هناك تحرك شعبي كبير يتزامن مع الموقف الرسمي الواضح من العمليات العسكرية التي تنفذ ضد المدنيين في داخل قطاع غزة، وهي أيضا بالمقابل تساند جميع التحركات المقاومة في الرد وأيضا الاستهداف المتواصل الذي تقوم به الغارات الجوية التي تشن على غزة والتي أدت إلى مقتل الكثير من المدنيين. هناك دعوات متواصلة للتحرك من قبل محور المقاومة، من قبل هذه المسيرات بمساندة المقاومة الفلسطينية. نعتقد أن هذه المسيرات التي انطلقت اليوم صباحا ليس فقط في صعدة، وإنما امتدت إلى ريمة والجوف ودمار، وهناك أيضا مسيرات كما قلت ستنطلق عصر اليوم الجمعة، وهناك أيضا وقفات يعني ستنطلق بعد صلاة الجمعة. بالإضافة إلى أن كما قلت أن هذه المسيرات تتحدث عن التطبيق الكامل للقيادة في صنعاء لاتخاذ ما تجده مناسبا لمساندة المقاومة الفلسطينية، وأيضا لتفويض السيد فيما أطلقه السيد عبد الملك الحوثي فيما أطلقه بالحديث عن تجاوز العدو الإسرائيلي الخطوط الحمراء أو المشاركة فيما يتعلق بالمشاركة المباشرة لأمريكا في الحرب. نعم زميل أحمد زبيبة أنت معنا من اليمن، ونتابع مشاهدينا هذه التظاهرة الحاشدة في الصعدة نصرة للمقاومة ولعملية طوفان الأقصى، ونستمع قليلا إلى هذه الكلمة الآن. لمئات الآلاف من المجاهدين الذين يتوقدون حماسا يريدون أن يشاركوا الشعب الفلسطيني في محنته وأن يقفوا بوجه أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. نحن تجرعنا المر، تجرعنا الظلم بسبب موقفنا الصارخ والواضح من العدو الإسرائيلي والأمريكي. نحن سقط منا آلاف الشهداء بسبب ماذا؟ بسبب موقفنا القوي ضد أعداء الإسلام. أعلام فلسطين الموجودة في صعدة موجودة أيضا في العاصمة الإيرانية طهران وبكثافة في هذه الفعالية نصرة للمقاومة ورفضا لهذا الإجرام الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة وحتى فلسطيني الداخل. معنا دائما من هناك الزميل مالك عابدة لينقل لنا أجواء هذه المسيرة. إذا تفضل زميلي مالك. نعم مايا، يعني ما تزال الجموع الغفيرة من الناس الإيرانيين هنا تتوافد إلى المكان المخصص من أجل إقامة هذه المسيرات الضخمة هنا في العاصمة الإيرانية طهران، من أجل التنديد بجرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي ومن أجل دعم الشعب الفلسطيني في هذه المحنة. مايا، سوف لو سمح الزميل علي، كما تلاحظين معي في عمق الكاميرا هذا الطريق الذي يسمى هنا بشارع انقلاب او شارع الثوره قد بدا يكتمل ويعني يغص بالقادمين من كل حدب وصوب ومن كافه الاطياف الايرانيه هنا، من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال ياتون من كل مكان من اجل المشاركه في هذه المسيره. هذه المسيره تبدا من ميدان فردوسي، ولو استدار الزميل علي ايضا في الجهه الاخرى، وتنتهي في جامعه طهران التي تقف او التي توجد في المنطقه التي توجد خلفنا.
في من المقرر أن تستمر هذه المسيرات حتى صلاة في بعد ساعة ونصف من الآن أو تقريبا بعد ساعتين. ما الذي يريده الناس هنا وما الذي يطالبون به؟ قبل قليل كنت قد تحدثت مع العديد من الأشخاص من المشاركين هنا في هذه المسيرات. المطلب الأول والأهم بالنسبة إلى المشاركين هنا هو إيقاف آلة الحرب الإسرائيلية. الناس هنا تطالب المجتمع الدولي، تطالب المنظمات الدولية، تطالب المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي بالوقوف صفا واحدا إلى جانب المقاومة الفلسطينية وإلى جانب الشعب الفلسطيني. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، تدعو هنا هذه الجموع ويدعو الناس الإيرانيون هنا جميع الناس المسلمين ومن كافة الدول الإسلامية والعربية من أجل تقديم المساعدات العاجلة، المساعدات الطبية، المساعدات الغذائية، المساعدات اللوجستية للشعب المنكوب في غزة. الجميع هنا يراقب ما يحدث في غزة من جرائم مهولة وجرائم فظيعة يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي ليلة ونهار بحق هذا الشعب الفلسطيني. أيضا الناس هنا تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، ويطالبون الناس ويطالب الناس هنا الغرب والآلة الإعلامية الإمبراطورية الإعلامية الغربية والأمريكية والصهيونية بالكف عن إرسال وعن تشويه الصورة الفلسطينية أمام المجتمع العالمي أو أمام الرأي العالمي من خلال بث الكثير من الكاذيب والكثير من القصص الملفقة من أجل استعطاف الغرب وجلب الكثير من الدعم الغربي والأوروبي للإسرائيليين ضد الفلسطينيين. هذا باختصار ما يريده الناس هنا. وبطبيعة الحال نؤكد مرة ثانية على أن هذه الجموع هي جموع غفيرة، أما الجموع الأكبر سوف تكون بعد صلاة الظهر في كافة المحافظات والمدن الإيرانية مايا بعد صلاة الجمعة. إذن بينما الإيرانيون ينددون بجرائم الاحتلال، نشير إلى ما ينقله لنا مراسل الميادين في غزة أن الاحتلال يشن في هذه الأثناء غارات مكثفة على شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. إذن الغارات الإسرائيلية متواصلة على القطاع وهي لا توفر أي مبنى سكني. هناك أحياء برمتها تحولت ركاما في غزة. إذن طائرات الاحتلال تشن غارات على مناطق شارع البداوي والسطر الغربي والزنة وقيزان أبو رشوان في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. بينما نتابع إذن مشاهدينا هذه المشاهد التي تردنا من صعدة وطهران فيما يخص الفعاليات المناصرة للمقاومة في فلسطين وللفلسطينيين وللغزاويين الذين يتعرضون إلى ما يشبه الإبادة في هذه الأيام. كما تحدثنا عن أن أحياء بكاملها تحولت ركاما، عائلات تم قتلها بالجملة، تصل إلى المستشفيات. وكما ذكرنا في مستهل هذه التغطية بأن أكثر من 450 طفلا استشهدوا في هذا العدوان على غزة. 60% من الشهداء هم من النساء والأطفال. هذا هو بنك أهداف إسرائيل. إذن ونذكر على المقلب الآخر، هناك تحرك أمريكي واضح فيما يخص زيارة بلينكن يوم أمس إلى إسرائيل ولقائه اليوم مسؤولين في الأردن. وأيضا هناك زيارة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم وسيلتقي نتنياهو. هذا ناهيكم عن خط الجو المفتوح بين أمريكا وإسرائيل فيما يخص الإمداد بالسلاح وغيره، حيث يقال بأنه تم فعلا البدء باستخدام هذا السلاح الأمريكي الذي يصل إسرائيل. هناك حملة إعلامية شرسة جدا وحرب نفسية يتم الآن الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل إسرائيل، حيث يتم نشر فيديوهات لمئات الصواريخ و تذيل هذه الفيديوهات وترفق بعبارات تقول هذه الصواريخ ستسقط كلها على غزة. صباح اليوم كان هناك تحذير من قبل إسرائيل ودعوة لأكثر من 1,200,000 فلسطيني لمغادرة مناطق شمال غزة والتوجه جنوبا. السلطات في غزة حذرت من تلبية هذه الدعوة وعدتها ضمن الحرب النفسية التي تقام اليوم بحق الفلسطينيين في غزة. إذن
تلبية الدعوة إلى النفير العام التي قامت بها المقاومة في فلسطين. نتابع هذه المشاهد الآن من الأردن، حشود تتوجه إلى الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث عززت قوات الأمن الأردنية من إجراءاتها. كما نتابع هذه الحشود فيما يخص، هي طبعا سيارات تتوجه إلى الحدود. نجدد مشاهدينا الكرام بأن القصف الإسرائيلي لا يتوقف في هذه الأثناء على غزة، وتحديدا على مناطق في خان يونس. احنا حماة القدس نبدع بلا تحليلة، واحنا مع ابن البدرة نذكر دائما بحجم الخسارة التي تتكبدها إسرائيل، التي لا تزال تقوم بإحصاء عدد قتلاها فيما يخص الجنود. القتلى فاق عددهم 250 جنديا إسرائيليا، هناك عدد لا يستهان به من المفقودين أيضا، وبطبيعة الحال هناك العشرات ممن أسرتهم المقاومة الفلسطينية فيما يخص جنود الاحتلال. الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن أيضا عن مقتل العقيد ليون بار، أحد الضباط الكبار بفرقة الضفة الغربية، خلال عمليات قتالية في غلاف غزة. هذا دائما بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي. كنا نتحدث بطبيعة الحال عن هذا التحرك الأمريكي في المنطقة، كان ذلك من خلال إمداد إسرائيل بالأسلحة وغيرها، أو حتى الزيارات فيما يخص زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل بلينكين، الذي أتى دعما لإسرائيل. وأيضا نضيف على ذلك زيارة أوستن. وأيضا في إسرائيل اليوم أرسل فوندر لاين ووزيرة الخارجية الألمانية. في هذه الأثناء هناك الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي يقوم بزيارة بيروت. وبحسب بيان لحزب الله سيد نصر الله وعبد اللهيان، بحث تطورات المنطقة خصوصا بعد عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة. السيد نصر الله وعبد اللهيان بحثا جرائم الاحتلال الوحشية في غزة وما جرى في المسجد الأقصى والضفة الغربية. وجرى خلال لقاء السيد نصر الله عبد اللهيان تقييم الأوضاع والمواقف الدولية والإقليمية والنتائج المحتملة. اللقاء بحث المسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع والمواقف الواجب اتخاذها حيال الأحداث التاريخية والتطورات الخطيرة. ونشير إلى أن خلال زيارة عبد اللهيان إلى بغداد وبيروت ومن ثم سيزور سوريا، قال عبد اللهيان أن احتمال فتح جبهات أخرى هو أمر ممكن وفق التطورات الميدانية. دائما نتابع مشاهدين هذه المشاهد التي تردنا من صعدة، حيث هناك تلبية لدعوة النفير العام اليوم. هذه الفعاليات المناصرة للقدس وللأقصى، طبعا قبل قليل كان هناك هتافات نصرة للأقصى، لبيك يا أقصى. هذه التظاهرات أو الفعاليات تأتي من صعدة، على أن ننقل لكم بالصوت وبالصورة أيضا فعاليات أخرى من مناطق مختلفة من اليمن. في طهران أيضا هذه المشاهد تردنا تلبية لنداء النفير العام ودعما للمقاومة، على أن كما ذكر الزميل مراسلنا من هناك مالك عابدة أن طهران ليست وحدها من يخرج، أو حيث خرج الإيرانيون دعما للأقصى وللقضية الفلسطينية، فهناك مناطق أخرى أيضا ومحافظات أخرى من المقرر أن تشهد مثل هذه الفعاليات بعد صلاة الجمعة. القدس أيضا على موعد مع مسيرات وفعاليات تأييدا لعملية طوفان الأقصى، ورفضا لكل هذا الإجرام الذي يتعرض له الغزاويون طيلة الأيام الماضية. ونذكر إذن هذه المشاهد التي تردنا من غزة فيما يخص تجدد القصف
على غزة الذي طال أحياء برمتها كما ذكرنا سابقا. القصف لم يوفر لا مبنى سكني ولا مستشفى ولا مخزن للأدوية، حتى حاضنات الأطفال تعرضت للقصف في غزة. لا مبالغة في القول بأنه لا مكان آمن في غزة في هذه الأثناء. العائلات تنام في العراء في الشوارع، لأن كل مبنى في غزة، كل منزل، كل حي هو مهدد من قبل قوات الاحتلال، مهدد بالقصف. 6,000 قنبلة سقطت على غزة خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا هو العدد نفسه الذي رمت به أمريكا، يعني عدد القنابل نفسه الذي رمته أمريكا على أفغانستان خلال عام واحد. تخيلوا 6,000 قنبلة في أيام قليلة على قطاع غزة المحاصر الذي يأوي أكثر من 1,000,000 إنسان. نتحدث عن مجتمع فتي جدا، معظم الأشخاص الموجودين أو المواطنين في غزة الفلسطينيين عمرهم فتي، صغار في السن. 60% من الشهداء هم من النساء والأطفال في غزة جراء هذا العدوان الأخير على غزة، الذي يعد الأعنف والذي يعد الأكثر إجراما، جرائم حرب الآن تحصل في غزة. وهذا الكلام هو لمنظمات أممية وإنسانية في أكثر من مكان. ونتابع هذه المشاهد من طهران لمسنة ربما تقوم بالتبرع لمساعدة الغزاويين الذين يتعرضون الآن لحصار مطبق، يعني ما بعد الحصار حصار في غزة اليوم. لا مياه، لا كهرباء، لا أدوية. حيث القصف الإسرائيلي أيضا طال بعض مخازن الأدوية في القطاع. المستشفيات يعني فقدت كل تجهيزاتها تقريبا، هي غير قادرة على استيعاب آلاف المصابين والجرحى جراء هذا العدوان الإسرائيلي. يعني الثلاجات لم تعد تستوعب عدد الضحايا والشهداء. حتى هناك حديث عن القيام بما يشبه المقابر الجماعية للعائلات، عائلات برمتها مسحت في غزة، الأب والأم والأطفال. هي مجزرة بحق أطفال غزة والأمهات والمسنين هناك. بطبيعة الحال بينما تقوم إسرائيل بهذه المجازر، هي تعلن ولو كان ذلك عبر مراسليها وإعلاميها عن أنها حتى اللحظة عاجزة عن إيلام المقاومة أو المس بالمقاومة في غزة. إذن مشاهدينا الكرام، دائما هذه المشاهد تردنا من صعدة ومن طهران، وأيضا كان هناك مشاهد من الأردن دعما وتلبية لدعوة النفير العام اليوم، جمعة النفير هكذا تريدها المقاومة اليوم، وهكذا لبت الشعوب، كان ذلك في اليمن وفي إيران، وحتى هناك فعاليات منتظرة في كل من لبنان وسوريا والعراق وعدد من الدول في شمال أفريقيا. Thank you.
ونذكر أنه في هذه الأثناء وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل، حيث من المتوقع أن يلتقي إذن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكما ذكرت الزميلة هناء محميد فيما يخص الداخل الإسرائيلي، وبحسب استطلاع لمعاريف بأن الائتلاف الحكومي في إسرائيل ينهار. كنا نتحدث قبل قليل عن وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تتحدث عن أنه برغم كل هذه المجازر التي يقوم بها الاحتلال، حتى اللحظة الأبيب لم تتمكن من المس بالمقاومة وبقدرات المقاومة. ألون أفيتار خبير في الشؤون الفلسطينية قال بالرغم من كل الضربات ما نراه حتى اليوم لم نحقق نتيجة مهمة من الناحية العسكرية. ما نراه اليوم ليس مسا مهما بالقدرات العسكرية لحماس، فلم تتم تصفية قادة حماس أو مطلقي الصواريخ ولا منشآت لإنتاج الأسلحة. إذن هذا ما قاله الخبير في الشؤون الفلسطينية ألون أفيتار. ونذكر فيما يخص الأوضاع الصعبة جدا في غزة بأن والدة زوجة رئيس وزراء اسكتلندا هي موجودة في هذه الأثناء في غزة، وهي عالقة هناك رفقة أحفادها، وتقول من غزة طعامنا قليل وأطلب من العالم أن يساعد الفلسطينيين. إذن هذا هو نداء لوالدة زوجة رئيس وزراء اسكتلندا العالقة في غزة رفقة أحفادها. نذكر دائما بأن القطاع الآن من دون كهرباء، من دون مياه، من دون طعام، ويتعرض للقصف ليلا ونهارا. ونصرة لكل الفلسطينيين العالقين الآن في غزة تحت نيران القصف الهستيري والقصف بأسلحة محرمة دوليا. نتحدث عن قنابل الفوسفور الأبيض التي تقوم به التي تقوم بإطلاقه إسرائيل ورميه على الفلسطينيين أينما كانوا. هذا السلاح المحظر دوليا والذي له آثار خطيرة جدا، ليس فقط آنية بل أيضا مستقبلية، فهو مرتبط بارتفاع أعداد المصابين بالسرطان وأيضا بتشوه الأجنة. ما نسمعه الآن مشاهدينا هي الأجواء في هذه الفعالية التي تردنا صور لها من طهران. زميلي مالك، هل أنت ما زلت معنا؟ نلاحظ عبر الشاشة أن من يشارك في هذه الفعاليات نرى النساء، الأطفال، الكبار في السن علي. يحملون لافتات مختلفة نصرة للفلسطينيين في غزة وفي الداخل. ولاحظنا قبل قليل بأن هناك سيدة مسنة ربما تقوم بالتبرع لمساعدة الفلسطينيين. دار سردار مالك، هل تسمعني؟ دار مرة انتين هاستي مرة انتين ارتباطي زندي. رئيس حرس الثورة في طهران ولكن لم يكن حاضرا لإعطاء مقابلة، ولكن ما نشاهده الآن على لو علي الزميل علي يلتفت إلى الجهة اليمنى، هناك حضور للبسيج، قوات البسيج الإيرانية بلباسها العسكري كما هو واضح على الشاشة، مجموعة أو فرقة من البسيج بكامل العتاد العسكري ترتدي زيها العسكري في استعراض، يعني يمكن القول بأنه استعراض عسكري يعبر عن جهوزية قوات البسيج الإيرانية من أجل تلبية نداء الأقصى ومساعدة محور المقاومة وفصائل المقاومة الفلسطينية في أي لحظة وفي أي وقت يتطلب منها ذلك. كما نلاحظ في الشاشة أن الشوارع هنا أو الشارع شارع انقلاب في طهران بدأ يغص بالحاضرين والمشاركين في هذه المسيرة الضخمة والتي يقول البعض هنا أنها مليونية
في طهران وفي كافة المدن والمحافظات الإيرانية. الناس هنا ماذا تريد وماذا بماذا تندد؟ التنديد الأول هو نعم بالجرائم الصهيونية وبالصمت الدولي الكبير والذي يخيم على وسائل الإعلام والذي يخيم على التصريحات الإعلامية لمسؤولين وحكومات عربية وإسلامية وأيضا غربية. الناس هنا تتساءل لماذا يتم تسليط الضوء على ما يحدث في إسرائيل، ولماذا يتم تغييب الصورة القاتمة والصورة البشعة للجرائم الصهيونية بحق الأطفال وبحق النساء وبحق الرضع وبحق الأجنة الذين هم في بطون أمهاتهم والذين قتلهم كيان الاحتلال الإسرائيلي في غاراته الأخيرة والمستمرة منذ 6 أيام وحتى هذه اللحظة. لماذا يتم استخدام كافة أنواع الأسلحة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي ويتم صب آلاف الأطنان من المتفجرات والأسلحة على أهل غزة وسكان غزة؟ لماذا لا يتم تسليط الضوء على هذه المواضيع؟ كل هذه الأمور يتساءل الناس هنا ويعبرون عن مالك عابدة. ولكن نذهب مباشرة إلى الأردن وزميلة لنا شاهين التي ستنقل لنا أجواء تابعنا قبل قليل هذه المشاهد لمسيرات بالسيارات تلبية لدعوة النفير العام. إذا تفضلي زميلتي لنا. نعم بالفعل يعني هناك العديد من المواطنين بدأوا بالتجمهر ومنذ ساعات الصباح الأولى كان هناك هذا المسير بالسيارات، انطلقوا إلى أقرب نقطة مع فلسطين إلى منطقة البحر الميت. الوصول إلى الحدود هو ممنوع بأمر الحكومة، ولكن العديد من المواطنين بدأوا بالتجمهر. صحيح أن الدعوات هي انطلقت لما بعد صلاة الجمعة تقريبا الساعة 1، ولكن الجماهير نقلوا إلى الشوارع وإلى المنطقة بالتحديد الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن. طالب بهذا النفير العام نبقوا النداء وتوجهوا إلى منطقة وسط البلد. هناك العديد من المواطنين وبكل تأكيد سيكون هناك تلبية لهذه الدعوات، لأنه على مدار هذه الأيام الطويلة منذ بدء الحرب كان المواطنون الأردنيين هم حاضرون وإن كانوا إلى أقرب نقطة في السفارة الإسرائيلية، وبغير ذلك كان هناك العديد من الفعاليات في كل محافظات المملكة الأردنية الهاشمية. الملتقى الوطني لدعم المقاومة والذي هو دعا إلى أكبر تظاهرة في الأردن وأطلق عليها مليونية طوفان الأقصى ودعا إلى النفير العام، وأيضا سبق هذه الدعوات بالتأكيد بأن وزير الخارجية الأمريكي هو شخصية غير مرحب فيها في الأردن، وطالب الأردن بعدم انصياع للإدارة الأمريكية. على كل الأحوال الفعاليات هي بكل تأكيد متواصلة، ليست فقط في ساعات النهار، ولكن أيضا هناك دعوات فيما بعد انتهاء هذه المسيرة والتي أطلق عليها المسيرة المليونية. سيكون هناك بعد صلاة العشاء والمغرب كما جرت العادة خلال الأيام. نعم زميلتي لنا، إذا نقلت لنا أجواء هذه المسيرة بالسيارات حيث يتوجه الأردنيون إلى أقرب نقطة مع فلسطين تلبية لدعوة النفير العام يوم الجمعة التي أطلقتها المقاومة. كما ذكرت الزميلة لنا من نتابعه عبر الشاشة الآن هو مصغر ربما لما سنتابعه بعد صلاة الجمعة، كان ذلك في الأردن أو طهران أو حتى اليمن، حيث الزميل أحمد زبيبة هو دائما معنا لينقل لنا الأجواء هناك. كما مواكبة للمشاهد التي كنا نتابعها من صعدة وهذه الفعاليات، نصرة للقدس ونصرة لطوفان الأقصى، ينضم إلينا رئيس وكالة سبأ في اليمن السيد نصر الدين عامر. أهلا ومرحبا بك عبر شاشة الميادين. بداية نطلب منكم تعليقا على هذه التلبية اليمنية وهي غير الجديدة بالمناسبة، نصرة لعملية المقاومة طوفان الأقصى ونصرة لكل الفلسطينيين في غزة.
نعم، تحية لكم وللسادة المشاهدين. حقيقة أن هناك مسيرة اليوم خرجت كبيرة وحاشدة في محافظة صعدة وفي مدينة صعدة وأيضا في بعض المناطق الأخرى في مدينة صعدة في أرياف صعدة. اليوم أيضا ستخرج مسيرات عصرا في العاصمة صنعاء وستكون كبيرة جدا، وأيضا في بقية المحافظات هناك دعوات للخروج في مختلف المحافظات وفي مختلف المدن اليمنية. الشعب اليمني خرج منذ الساعات الأولى لهذه العملية دعما للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وتعزيزا لصمود الشعب الفلسطيني، وهو ما زال ومستمر في هذه الدعوة. اليوم الخروج هو استجابة لدعوة الأخوة المجاهدين في حركة حماس ومختلف الفصائل المقاومة المجاهدة في فلسطين الذين دعوا للخروج يوم الجمعة. ستخرج هذه المسيرات استجابة لهذه الدعوات، وأيضا ستستمر الخروج كبير جدا. الشعب اليمني يتجاوز المواقف الكلامية، هو مستعد. هذه الحشود التي تخرج إلى الشارع هي مستعدة للذهاب للجهاد في سبيل الله في فلسطين دعما وإسنادا للمقاومة الفلسطينية. هذه الحشود مدربة، هذه الحشود مقاتلة، هذه الحشود تمتلئ بالعزة وبالنخوة وبالأخوة يعني عزة الإسلام. هي مستعدة للذهاب لولا أن الجغرافيا لا تسمح لبعد المسافة، ولكنها تطالب بفتح الطرقات الآمنة، الطرقات للوصول إلى غزة، للوصول إلى فلسطين لتشارك في هذه العمليات البطولية والجهادية. الشعب اليمني يؤكد ويظل يؤكد على موقفه الثابت من القضية الفلسطينية الذي لا يتغير بالظروف ولا يتغير بالحروب، ومهما شنت الحروب على الشعب اليمني وعلى اليمن ومهما كان الحصار وحجم الحصار وأضرار الحصار التي تلحق بالشعب اليمني، إلا أنه لن يتخلى ولم يتخلى سابقا عن موقفه من القضية الفلسطينية. في المقابل أيضا الجيش اليمني جاهز لإسناد المقاومة الفلسطينية، أسلحته مجهزة لمثل هذه العمليات ومستعرضة في العروض العسكرية بجاهزيتها العالية. نحن في اليمن حكومة وشعبا وجيشا على استعداد تام وفي جاهزية عالية مع الشعب الفلسطيني إسنادا ودعما إعلاما وكل ما نملكه في خدمة الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. نعم سيد نصر الدين، أي رسالة تطلقونها من اليمن لأبناء غزة المحاصرين اليوم الذين يتعرضون لقصف يعني إجرامي همجي هستيري من قبل القوات الإسرائيلية؟ نقول لهم أن الحروب لا تحسم بالقصف. الغرض صحيح أنها ستصنع مجازر، لكنها في نهاية المطاف لم تفعل يعني لم تحقق النصر لتحالف العدوان على اليمن مدى يعني 9 سنوات، والغارات تدق الشعب اليمني لم تحقق نصرا. النصر يحققه الرجال في الميدان والذي ما زالت شباب ومجاهدي المقاومة يسيطرون على الأرض في داخل الأراضي المحتلة. نحن معكم وإلى جانبكم، لن نتأثر بمثل هذه. عندما تحشد أمريكا أساطيلها إلى البحر وتحشد الغرب وبريطانيا وأمريكا يحشدون قواتهم، نحن سنحتشد معكم ونقف إلى جانبكم، وشعوب الأمة معكم. أنتم لستم وحدكم، ظهركم ليس مكشوفا، لستم كالسابق يمكن أن يتفرد بكم لوحدكم. اليوم نحن معكم والأمة ومحور المقاومة معكم. اسمدوا، استمروا، أنتم المنتصرون. هذه الغارات، هذه المجازر المؤلمة، لكنها لن تمحو تلك المشاهد التي أذلت جيش العدو الصهيوني والذي داست على رقاب الصهاينة. هذه المشاهد لن تمحى من الذاكرة، نحن نراها ونراكم أبطالا منتصرين، ونحن إلى جانبكم بكل ما نملك، ولن نتخلى عنكم حتى لو احتشد العالم كله وحتى لو خذلكم الناس كلهم، نحن معكم وسنستمر. ولن تشوهكم آلة الإعلام الغربية ولا آلة إعلام المنافقين في المنطقة، نحن نراكم على حق دائما ونراكم الأصح والأصوب دائما، حتى لو قيل فيكم ما قيل نحن لن نصدق فيه. نعم سيد نصر الدين، بينما تحدثنا نتابع هذه المشاهد التي تردنا أيضا من بغداد تلبية لدعوة النفير العام ونصرة للفلسطينيين أينما كانوا ونصرة لعملية طوفان الأقصى. إذن هناك حشود خرجت إلى شوارع العاصمة العراقية بغداد تأييدا للفلسطينيين ورفضا لكل الإجرام الذي تمارسه إسرائيل الآن بحق الفلسطينيين. أستاذ نصر الدين، يعني هناك حديث في إسرائيل وأيضا في أمريكا عن تغيير وجه الشرق الأوسط، كيف يمكن التعاطي مع مثل هكذا موضوع؟ هذا الحديث يذكرنا ب 2006 والعدوان على لبنان وحرب ثمود.
جاءوا بشرط أوفر شديد وفشل في ذلك الحين. دائما عندما يكونوا مهزومين يكون لهم طموح وحرب إعلامية ونفسية وحديث عن تغيير في المنطقة. هم اليوم أعجز من ذلك الوقت. يعني في 2006 كان محور المقاومة أضعف من اليوم، وكانت المقاومة أقل تسليحا من اليوم، حزب الله كان أقل قوة واقتدارا من اليوم، الحركة حركة حماس والجهاد الإسلامي ومختلف الفصائل الفلسطينية كانت أقل من اليوم. اليمن لم يكن ضمن محور المقاومة وكان هناك نظام عميل خائن في اليمن. أما اليوم فمحور المقاومة أقوى وأسلحته أكثر وصلابته أكثر وتجربته أكثر وانتصاراته أكثر وهو بالله أقوى وأقدر. فيعني هذه الحديث هذا هو استهلاك ليس له قيمة. لن تستطيع أمريكا، أمريكا اليوم هي في أضعف حالاتها، لديها صراع كبير جدا في العالم، لديها صراع في أوكرانيا لم تستطع أن تتمه مع روسيا، لديها صراعات هنا وهناك مع الصين، ولديها مشاكل في أكثر من نقطة، هزمت في اليمن، هزمت في فلسطين، هزمت في لبنان، هزمت أمام إيران. يعني هم أضعف من أن يطلقوا مثل هذه التصريحات وهذه التهديدات. وأيضا اليوم الأمة أكثر حيوية، الأمة اليوم أكثر حيوية، نحن كما قلتم تشاهدون في بغداد، تشاهدون في اليمن، تشاهدون في الأردن بالرغم أنها مطبعة، نشاهد حتى الجندي المصري يعني الذي طعن إسرائيليين. نعم رسل إسرائيليين بالرغم أنه جندي أمني، يعني هو في قوى الأمن وليس في الجيش. يعني الأمة هذه حية ولن تموت ولن يصلوا بها إلى اليأس أبدا. كلما تقدموا في التطبيع إنما هم يسقطون مع إسرائيل ولا تنبهم إسرائيل. إسرائيل خاسر كيان زال، الأحداث تقول هكذا. من كان يتوقع ويتخيل أن الفلسطيني يدوس على رقبة الإسرائيلي في يوم من الأيام وفي هذه الأيام؟ من كان يتصور هذا؟ من كان يتصور بأنه سيخرج مثل الفار من داخل السبابة المكافة الأحدث في العالم ويخرج كالفار من داخلها؟ من كان يتصور هذا؟ هذه المشاهد لو حدثناهم قبل أيام عنها قبل أن تحدث لن يصدقنا أحد، ولكنهم شاهدوها بأم العين. هم اليوم يحاولوا أن يغيروا هذه الصورة، يحاولوا أن يغيبوها وأن يرسموا صورة أخرى، صورة الدمار وصورة الفلسطيني المكسور وصورة أمريكا القوية وكيان العدو السلطوني القوي والجيش الإسرائيلي القوي. لن يحدث ذلك. هذه المشاهد عالقة في الذاكرة وستكون عالقة في الذاكرة. وجيش كيان الصهيوني سقط وأمريكا سقطت، حتى أنها تصريحاتها تتذبذب ما بين التهديد والوعيد وما بين التراجع. قالت بأنها أتت إلى المنطقة أو ترسل الأساطير إلى المنطقة لدعم إسرائيل، ثم تراجعت عندما أعلن محور المقاومة معادلة أي تدخل مباشر بأنه سيكون هناك عمليات من قبل محور المقاومة. قالوا بأنهم جاءوا فقط لحماية ظهر إسرائيل، وهل كان ظهر إسرائيل مكشوفا حتى يحتاج إلى الحماية؟ ثم هذه الأساطير في مواجهة من؟ مواجهة حركة حماس؟ هل هي جيش الاتحاد السوفيتي؟ هي حركة مقاومة بسيطة. يعني أن أمريكا وأوروبا بكلهم ليسوا ندا لحركة حماس. كيان العدو الإسرائيلي لم يعد ندا لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، أضعف من حركة حماس وأضعف من حركة الجهاد الإسلامي. وأن هذه الأساطير كلها فقط لكي لا تتدخل محور المقاومة، أي أن محور المقاومة اليوم بفضل الله أقوى من جيوشهم، وأنهم أعجز من أن يعلنوا معادلات مثل هذه وتغيير الشرق الأوسط. نحن سنغير الشرق الأوسط، الشرق الأوسط الجديد نحن من سنحققه، لكن لصالح المستضعفين ولصالح شعوب المنطقة وليس لصالح أمريكا ولا لصالح إسرائيل. أشكرك إذن رئيس وكالة سبأ، كنت معنا من اليمن السيد نصر الدين عامر. إذن مشاهدينا نحن دائما معكم مع هذه الفعاليات التي تحصل الآن في شوارع إيران والعراق وأيضا اليمن في صعدة وطهران وبغداد وغيرها من المناطق والمحافظات، ومن المقرر أيضا أن تخرج مسيرات أخرى في كل من بيروت وسوريا غيرها من المناطق في العالم. نذكر بأن فرنسا أيضا كانت قد شهدت فعاليات مناصرة للفلسطينيين، وتعرض كل من شارك في هذه الفعاليات إلى نوع من التضييق من قبل الشرطة الفرنسية التي ألقت قنابل الغاز على من شارك في هذه الفعاليات في فرنسا، وهي قامت يعني فرنسا قامت بطبيعة الحال بمنع وحظر أي تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في هذه الأثناء في فرنسا.
هذه المشاهد إذن مشاهدينا مستمرة عبر شاشة الميادين، كان ذلك من مختلف الدول العربية والعالمية، وأيضا غزة التي تتعرض إلى العدوان دائما حاضرة على شاشة الميادين.